أهلا بيكم. كلنا بنسعى وندور على الرزق، بندرس ونتعلم علشان لما نتخرج من التعليم نبدأ الحياة العملية. وفي المرحلة دي الحياة بتبقى عاملة زي البحر، وبيبقى الواحد عايز يبتدي وخايف لا يغرق ويفشل، زي واحد اسمه براين تشيسكي اللي اتخرج من الجامعة في نيويورك واشتغل موظف في شركة، حاول يجتهد وينجح بس ما كانش لاقي نفسه، فقرر انه يسافر لولاية تانية ويشوف شغل هناك، فسافر لسان فرانسيسكو. وهناك اتقابل مع واحد اسمه جو جيبيا اللي كان جاي من ولاية أطلانتا. الاتنين لقوا نفسهم شبه بعض، جايين الاتنين يدوروا على شغل، فاتفقوا انهم يعيشوا مع بعض في شقة واحدة، وفعلا أجروا شقة وعاشوا فيها، وكانوا كل يوم ينزلوا يدوروا على شغل، وللأسف ما لقوش شغل. مع الوقت صاحب الشقة اللي مأجرينها أنظرهم بالطرد من الشقة علشان متأخرين في دفع الإيجار، وبقوا في موقف صعب جدا، مش عارفين يلاقوا شغل، ولو ما دفعوش الإيجار هينطردوا من شقتهم. ففي يوم وهم راجعين من رحلة البحث عن الشغل شافوا الفندق اللي جنبهم عليه زحمة كبيرة، لأن الفندق كان كامل الحجز ولسه في ناس عايزة تحجز، وكان في مؤتمر في المدينة وناس كتير جاية تحضره، ففكروا إنهم يأجروا جزء من شقتهم لأي حد من الناس اللي جاية. لكن كان عندهم مشكلة، إن ما عندهمش سراير كفاية، راحوا جابوا سرير هوائي اللي بيتنفخ، وفعلا قدروا يأجروا 3 سراير للفطار وأخدوا $80. ولقوا بعدها إن الموضوع مش مجرد إنهم يسددوا إيجار الشقة وخلاص، لأ، ده ممكن يعملوا من فكرة مشروع تجاري، وشافوا إن لازم يطوروا الفكرة، واستعانوا بصديق ثالث ليهم اسمه نسان بالشارزيك اللي ساعدهم إنهم يعملوا المشروع. المشروع قابل مشاكل كتيرة جدا، ومن كتر مشاكله محدش كان ممكن يصدق إن المشروع ده هينجح، لكن إيمان الأصدقاء التلاتة بالمشروع خلاهم ما يستسلموش، وصمموا إنهم ينجحوا مشروعهم. بس ما كانش معاهم فلوس، فعرضوا المشروع على مستثمرين كتير، لكن للأسف كلهم رفضوا. بس الأصدقاء التلاتة ما استسلموش، وفكروا يستغلوا حملة الانتخابات الرئاسية في أمريكا علشان يجيبوا فلوس، وعملوا عبوات كورن فليكس مطبوع عليها صورة مرشحين الرئاسة وقتها، أوباما وجون ماكين، واللي قدروا يبيعوا منها كميات كبيرة عشان الحملة الانتخابية، وقدروا يجمعوا الفلوس، وكمان خدوا قرض وبكده جمعوا فلوس يعملوا بيها تسويق لمشروعهم. للأسف برضو قابلوا مشاكل تانية، إن الإقبال كان ضعيف وما حققوش أرباح، فعدلوا فكرة المشروع وخلوا الفكرة عبارة عن موقع على الإنترنت ممكن الناس اللي عندها بيت تعرض غرفة من بيتها على الموقع للإيجار، وبكده يكون صاحب البيت ليه دخل من إيجار الغرفة اللي بيأجرها، مجرد بس إنه يحط صورة الغرفة على الموقع والمواصفات بتاعت الغرفة، وبدل ما الضيف يروح فندق يدفع فيه مبالغ كبيرة ممكن يأجر في البيوت المعروضة غرفة بمبلغ أقل كتير عن الفندق، وطبعاً صاحب البيت والضيف هيوصلوا لبعض عن طريق موقع الشركة. وفضل الأصدقاء التلاتة يقابلوا مشاكل ويحلوها، مشاكل لا حصر ليها، لكن إيمان الأصدقاء التلاتة بمشروعهم خلاهم ينجحوا. أنا عايزك بس تشوف الشباب اللي كان متخرج وسافر لمكان تاني علشان يدور على وظيفة وما قدرش يدفع إيجار الشقة، وكان مهدد إنه ينطرد وينام في الشارع، وبفكرة قدروا يعملوا مشروع، لكن الموضوع ما كانش سهل، وقابلوا كمية مشاكل تخلي أي حد يستسلم، لكنهم ما استسلموش، وصمموا إن مشروعهم ينجح، وحلوا كل المشاكل اللي قابلتهم. طالما عندك حلم فلا تراجع ولا استسلام. وعشان ما استسلموش بقى مشروعهم اللي اسمه Airbnb خلال 10 سنين رغم كل المشاكل اللي قابلوها قيمته تقدر بأكتر من $30 مليار. أي حد ممكن يشوف اللقطة الأخيرة إن المشروع ب$30 مليار، بس لازم تشوف الصورة كاملة، لازم تشوف كم التحدي اللي تعرضوا ليه، ولازم تشوف الإيمان بمشروعهم وعدم الاستسلام والتعب اللي شافوه خلال المشوار الطويل، وبعدها تشوف النجاح. كان ممكن يكملوا في وظيفة لكنهم حاولوا وملقوش الوظيفة، فراحوا للمشروع اللي خلاهم أغنية وما زعلوش على الوظيفة. طيب هو لو كانوا استمروا في الوظيفة كانوا هيبقوا أفضل؟ يعني الوظيفة ولا المشروع؟ لو عايزين تعرفوا تابعونا، معاكم أيمن ياسين في برنامج إزاي تعمل فلوس.
رجعنا لكم تاني علشان نكمل موضوعنا. النهاردة هنشوف مع بعض كتاب من أفضل الكتب اللي ممكن تقراها، كتاب من تأليف روبرت كيوساكي، وهو رجل أعمال أمريكي شهير، مؤلف كتب بتركز على التعليم المالي وتحدي الافتراضات التقليدية حول المال والعمل. كتاب النهاردة اترجم لواحد وخمسين لغة وحقق مبيعات بالملايين، كتاب الأب الغني والأب الفقير. بيعرفك الغني بيفكر إزاي والفقير بيفكر إزاي، وإنك عشان تبقى غني لازم تفكر بفكر الأغنية. بيحكي الكتاب عن قصة ولدين، الاتنين أصحاب روبرت ومايك، وكانوا قاعدين بيتكلموا وبيقولوا إزاي الواحد يبقى غني، واتفقوا إن كل واحد يروح يسأل والده ويرجع يقول للتاني. وراح روبرت يسأل والده اللي كان حاصل على أعلى الشهادات وكان بيشتغل موظف لكنه فقير. والد روبرت قال له لو عايز تبقى غني ذاكر كويس علشان تلاقي شركة كويسة تشتغل فيها. وراح مايك يسأل والده واللي ما كملش تعليمه الإعدادي وكان عنده مشاريع خاصة وغني. والد مايك قال له لو عايز تبقى غني ذاكر كويس علشان تلاقي شركة كويسة تشتريها. اتقابل روبرت ومايك وكل واحد قال للتاني والده قال له إيه. الاتنين وقفوا متلخبطين لأن في اختلاف في الكلام، وقارنوا الكلام ببعض. واحد قال اشتغل في شركة كويسة، والتاني قال تشتري شركة كويسة. هنا يبان الاختلاف، اختلاف في الفكر بين الغني والفقير، ومن هنا نعرف إن الغني ليه فكر والفقير ليه فكر. كتاب الأب الغني والأب الفقير وضح لنا إن الغنى والفقر بيكون في طريقة التفكير مش في الفلوس، والدليل على كده هتلاقي ناس بتبدأ طريقها من الصفر وبتبقى غنية ومعها ملايين، وهتلاقي ناس تانية ورثوا ثروات من أهلهم وبقوا مفلسين. مؤلف الكتاب روبرت كيوساكي شرح لنا طريق الوصول للغنى، شرح لنا الطريق في ست طرق وست دروس. تعالوا نشوف ونفهم الست دروس كلهم اللي هيكون الطريق للوصول إنك تبقى غني، لأن ده الطريق اللي لازم تفهمه كويس، وهنشوف الدروس درس درس وهنحاول نشرحهم. وهنبتدي بالدرس الأول. الدرس الأول: الأثرياء لا يعملون لجني المال، بل المال يعمل لأجلهم. الغني مش بيشتغل علشان يجمع فلوس، الغني الفلوس بتشتغل ليه. طب إزاي؟ تعال نشوف. لما الولدين روبرت ومايك سألوا والد مايك الأب الغني عن إزاي نعمل فلوس ونبقى أغنياء، قال لهم عايزين تعملوا فلوس؟ طيب أنا بعرض عليكم تشتغلوا عندي، وقدامكم 10 ثواني عشان تقبلوا عرضي. الولدين بصوا لبعض 10 ثواني بس علشان نقرر. قال لهم والد مايك لو أنت متردد مش هتعرف تعمل فلوس، ولازم تبقى شاطر وتعرف تاخد قرار. وبالفعل الولدين قبلوا العرض وقبلوا إنهم يشتغلوا عنده. وكان الشغل عبارة عن ترتيب العلب وتنظيفها لمدة 3 ساعات كل يوم سبت في محل والد مايك، وكانوا بياخدوا عن كل ساعة 10 سنتات، وده مبلغ قليل جدا. وفي يوم دخل روبرت على والد مايك وقال له إن المرتب اللي بياخده ده قليل قوي وإن الشغل مش عاجبه. وهنا والد مايك وضح حقيقة مرة وقال له إن لو اشتغلت في وظيفة فأنت كده اخترت إنك تفضل تجري ورا الفلوس، وأكيد الشركة اللي بتشتغل فيها ممكن حاجات ما تعجبكش فيها وتفضل تسيب الوظيفة وتدور على وظيفة تانية من مكان لمكان تاني وبأي حجة، بس المهم إنك هتفضل تجري ورا الفلوس وهتفضل مديون وفقير طول حياتك. وهنا يجي الدرس الأول: الأثرياء لا يعملون لجني المال، بل المال يعمل لأجلهم. والفرق بين الأغنياء والفقراء هو ردة فعلهم كل واحد منهم. الفقير علشان يجيب فلوس بيكون ردة فعله إنه يدور على وظيفة، وده كان حال مؤسسي Airbnb اللي شفناهم في الفقرة الأولى لما كان الفقراء وبيدوروا على وظيفة علشان يسددوا إيجار الشقة. لكن الغني علشان يجيب الفلوس ردة فعله بتكون في التفكير وإنه يدور على طريقة يعمل بيها فلوس، وده اللي حصل من صديق مؤسسي Airbnb لما صديقهم عمل لهم فكرة المشروع اللي يخلي الفلوس تجيلهم.
نروح للدرس التاني ونشوف إيه الدرس التاني. الأغنياء يشترون الأصول والفقراء يشترون الالتزامات. الأب الغني شايف إن أهم حاجة إنك تشتري أصل شقة أو محل وتأجره ويجيب لك دخل. الغني بيدور على اللي يجيب له دخل وفلوس وهو نايم، لكن الفقير هيدور على الوظيفة علشان تجيب له دخل يصرف منه، ولو قدر يحوش هيشتري التزام عليه. يعني إيه؟ يعني هيشتري شقة بالقسط عشان يعيش فيها، أو هيشتري عربية بالقسط عشان يستخدمها، وكل ده التزام عليه وما بيجيبلوش دخل. الدرس الثالث، فكر في عملك الخاص. الغني دايماً بيوسع وينوع مصادر الدخل بتاعته زي الاستثمارات والأعمال الحرة. الفقير بيدور على وظيفة وهي مصدر الدخل الوحيد ليه. نروح للدرس الرابع. الدرس الرابع، أهمية الثقافة المالية تتجاوز بمراحل الثقافة الأكاديمية. معظم الناس بتدور على التعليم الأكاديمي، ومعظم الناس معاها شهادات فعلاً، لكن الثقافة المالية وتعلم أساسيات الفلوس والمال محدش بيدرسها في المدرسة، والقرارات المالية لازم تكون مبنية على دراسة وعلم. نروح للدرس الخامس، الثري يبتكر طرق الحصول على المال. يعني لازم تخترع أي طريقة تجيب بيها فلوس. وهنا بيحكي لنا روبرت الكاتب قصة حصلت معاه بالفعل، إنه ما كانش معاه فلوس وفكر إنه يخلق فرصة ممكن يعمل منها فلوس. فراح المحكمة وشاف الناس اللي عليها قضايا إفلاس واللي بتضطر تبيع أصولها علشان تسدد ديونها، ولقى واحد بيبيع بيته بسعر مغري. استلف من واحد صاحبه مبلغ صغير وعمل بيه تسويق للبيت اللي الراجل بيبيعه، وبعهوله فعلا بمبلغ كويس، ودفع لصاحب البيت جزء من المبلغ وخد ليه بقية المبلغ وطلع له مبلغ كبير. وهنا روبرت بيقول لنا إن الغني بيخلق الفرصة نتيجة لطريقة تفكيره اللي بتخليه يعمل فلوس. الدرس السادس، اعمل بهدف التعليم ولا لجني المال. لازم تتعلم وانت في طريقك، وما يكونش هدفك الوحيد انك تجيب فلوس. وادانا مثال على ده ان في صحفية طلبت نصيحة من الكاتب روبرت بخصوص انها بتكتب كتب. تكتب كتب كتير جدا لكنها ما بتعرفش تبيعها، رغم انها حصلة على اعلى الشهادات من اكاديميات عالية جدا تخليها من افضل المؤلفين. نصحها روبرت انها تحضر دورات عن المبيعات، لكن الصحفية ما اقتنعتش وما عجبهاش الكلام، واعتبرته أمر غريب شوية وخارج عن اختصاصها، ورفضت العمل بيه وما اشتغلتش بنصيحته. لما تتعلم أمور خارجة عن اختصاصك، ده مش معناه كده إنك بتبعد عن تخصصك، بالعكس ده معناه إنك بتحاول النجاح والوصول لهدفك بكل الطرق، وبتخلي عندك ميزة إضافية. كمان الكاتب وضح لنا 7 طرق ممكن تتبعهم في حالة لو عايز تعمل مشروع جنب وظيفتك. 7 طرق دول إيه؟ أول حاجة، ركز على المنتج وليس الخدمة. ابدأ مشروع عن طريق إنك تعمل خدمة أو استشارة، ده موضوع سيء جداً وهيتعبك جداً. ليه؟ لأنك بتبيع جزء من وقتك، ولازم تشتغل بنفسك، اكتشف طريقة لخلق منتج. تاني حاجة كانت تعلم كيف تستثمر شراء أصول مادية تحقق عائد. تالت حاجة، ركز على الإدارة ولا تقم بكل شيء بمفردك. رابع حاجة، حول هوايتك إلى عمل تجاري. خامس حاجة، كون فريق عمل قوي. سادس حاجة، خطط لإدارة وقتك لتجمع بين وظيفة والعمل الخاص. سابع حاجة، استغل التكنولوجيا. كل اللي بنحكيه ده عن كتاب الأب الغني والأب الفقير، وده رأي الكاتب، لكن كل واحد ليه ظروفه، ومش بنقول لحد يسيب وظيفته أو يعمل مشروع، لكن بنقول الناس بتقول إيه وإزاي إنك تبدأ تغير من تفكيرك. لكن علشان تعمل حاجة، الأمر يرجع لك ويرجع لظروفك. كمان ما تنساش في الحلقات اللي فاتت وضحنا من خلال كتاب خرافة ريادة الأعمال إن ممكن تكون الوظيفة مناسبة لحد، لأنه ما يقدرش يعمل مشروع أو يقوم بأكتر من وظيفة، وفي نفس الوقت ما يقدرش على التعب ولا على التحدي، وبيحب يكون في منطقة الراحة. تابعونا بعد الفاصل مع الأستاذ خالد فاروق في فقرة يلا نساعد. فاصل وهنستناكم.
خالد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة لاند فودز للصناعات الغذائية، حاصل على بكالوريوس تجارة 1992، مؤسس شركة أوريجينال مصر للصناعات الغذائية والعصائر، مدير وشريك في شركة واندرلاند للصناعات الغذائية، وحالياً رئيس مجلس إدارة شركة لاند فودز للصناعات الغذائية. ورجعنا لكم تاني وبنرحب بيكم وبنرحب بضيفنا الأستاذ خالد فاروق. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك فندم. شرفتنا ونورتنا في برنامجنا. ربنا يخليك. الفقرة دي إحنا بنحاول نساعد الناس إنها تشوف نموذج لأحد رجال الأعمال اللي نجحت وعملت إيه، علشان برضو يتعلموا منه أو يعرفوا منه إزاي يتعاملوا لو حبوا يعملوا مشروع. تمام. هل جاهز؟ إن شاء الله. يلا نساعد. أستاذ خالد، يمكن حضرتك من رجال الأعمال اللي اشتغلت في مجال الصناعات الغذائية وعملت مشروع. حضرتك أول ما تخرجت من الجامعة اتوظفت ولا عملت مشروع على طول؟ لا، أنا فكرت أن أعمل مشروع، وبالفعل بدأت عملت مشروع سنة 1996 بعد التخرج على طول. ده أول ما تخرجت؟ أول ما تخرجت وعملت مشروع كان عبارة عن تعبئة مواد غذائية. كنا بنشتغل في الرز والعدس والبقوليات والحاجات اللي هي ال 500 جرام والكيلو. اشتغلنا تقريبا 3 سنين موضوع تعبئه المواد الغذائيه والبقوليات، ووزعنا كويس، وبعدين بدانا ندخل بعد التعبئه مجال التصنيع. اشتغلنا. طب ليه حضرتك ما فكرتش تتوظف او كده؟ ليه كان الاول هدفك انك تعمل مشروع؟ والله هي بتبقى ميول من الصغر، يعني انت نفسك تطلع، يعني تبقى صاحب منشاه او مؤسسه وشركه، ولا طموحك انك تبقى موظف في بنك، او طموحك موظف في شركه. هي بتبقى، انا كان عندي رغبه من اول ما خلصت ان انا اعمل شركه، والحمد لله ربنا وفقنا يعني. طب دي حاجه جميله، مش كل الناس بتفكر كده، بس اكيد عشان كان في حلم حضرتك ابتديت تبني عليه. بدانا عملت شركه التعبئه اللي بقول لحضرتك عليها دي. فاشتغلنا تقريبا 3 سنين في كنا بنعمل تعبئه فقط، تعبئه مواد غذائيه. الحمد لله نجحنا في موضوع التعبئه واتجهت للتصنيع. طب كان حضرتك أول... التعبئه، انت حضرتك ابتديت بالتعبئه عشان تكلفتها تكلفة استثمارية أقل شوية، فما تحتاجش فلوس كتيرة. هو الأكتر من سبب، يعني في البدايات طبعا بيبقى الخبرة بسيطة، وفي البدايات بيبقى رأس المال طبعا بسيط. فأنت في البدايات بتشتغل طبعا فترة 3 سنين أو 3 سنين ونص، فترة خلت يعني الواحد عرف السوق شوية. بدأنا نعمل منتجات، بدأت يبقى الواحد معروف، بدأ يبقى نعرف احتياجات السوق إيه اللي مطلوب. بس ففي الوقت ده بعد 3 سنين ونص دخلت في تصنيع العصائر البودر، عصائر البودر زي رمضان والحاجات دي، البرتقال والمانجا والحاجات دي. فاشتغلنا فترة كبيرة، عملنا كل الأنواع، عملنا كياس صغيرة بتعمل كوب، وكيس تاني كبير شوية بيعمل لتر، وجينا في رمضان بقينا نعمل عبوات كبيرة اللي هي عشان ست البيت، يعني بدل ما تعمل عصائر بودر. وبعدين برضو عملنا المنتجات البودر بقى، اللي كملنا بسبوسة بودر، وعملنا كيك بودر، ودخلت في المنتجات بتاع البودر فترة كبيرة يعني. بس وبعدها بفترة اشتغلنا بقى في العصائر الطبيعية كمان، اللي هو الإزاز والحاجات دي. وسنة 2012 اتجهت بقى للموالح، الحاجات اللي هي يعني الحاجات في تدريج يعني. طبعًا. من بدايتك طبعًا. كانت الأول تعبئة وتغليف، بعد كده ابتديت عصائر، بعد كده دخلت في منتجات أو مواد غذائية. بالضبط، عملنا يعني عملت حاجة اللي هو زي السوداني المقرمش، المنتج اللي هو سوداني وعليه طبقه بقى بالطعوم ده، كاتشب والشطه والحاجات دي. دي كانت بدايه شغل ان احنا ندخل سوق المسليات. عملنا السوداني، وبعد كده عملنا منتج عندنا براند اسمه كاريوكي. الكاريوكي ده منتج معمول من الدقيق الطبيعي. حضرتك كنت جايب لنا زي صور للمنتجات اللي بتنتجها الشركه لاند فود للصناعات الغذائيه. حاليا عندنا براند اسمه كاريوكي، ده براند يعني مكتمل التصنيع، يعني هو الطفل بيفتح الكيس وياكله على طول، مش محتاج يعمل عملية تحضير. بتدخل هي زي الشيبس سناكس يعني، هو بيتعامل معاملة بس هو في الآخر منتج محلي، وبنصدر منه كمان يعني. الحمد لله عندنا، هو موجود في السودان وموجود في ليبيا. بتصدر الحمد لله. ودينا يعني احنا السوق المحلي شغالين كل المحافظات الحمد لله. والبراند معروف من تقريبا من 2014، بس هو كان حجم صغير، وبعدين كبرناه شوية، وبعدين عملنا أكتر من سايز للمنتج يعني. طب حضرتك لما ابتديت تنزل المنتج ده، ابتديت تسوق له، ابتديت تشوف اسواق جديده، يعني لو حضرتك توضح لنا اكتر في حته التسويق دي. والله ما نزلنا بالمنتج، هو حضرتك الجوده بتاعه الصناعات الغذائيه عموما رقم واحد الجوده،
انت بتعتمد ان انت يكون عندك منتج جوده، ولما بتيجي تنزل المنتج في السوق لازم بتنزله بتشوف المنتجات المنافسه، ولازم تدي ربح معقول للتاجر، لان التاجر طبعا عنده مصاريف. عشان انا دارس التكلفه بتاعه التاجر وتكلفه التوزيع وتكلفه العربيه وتكلفه المندوب وتكلفه الحاجات دي كلها، فانا بقدر احدد ان انا ادي له هامش ربح محترم يغطي له تكاليفه ويبقى عنده هامش ربح. لو التاجر خد منك البضاعه وصرف فلوس كتير وما كسبش، مش هيطلب منك المنتج تاني. طب حضرتك رحت للصناعات الغذائيه والمسليات لسبب؟ هل في طلب كبير في مصر عليها وكمان تصدير زي ما حضرتك بتقول؟ طبعا. انت حضرتك طول ما انت في السوق انت طبعا لازم يبقى يعني انت تبقى ايه نبض السوق موجود عندك، ولازم تبقى عندك حس. انت راجل شغال في الصناعات الغذائيه، فبتشوف ايه المنتجات القريبه من المنتجات اللي انت بتصنعها ومطلوبه في السوق. يعني الفتره اللي فاتت المقرمشات، احنا دخلنا في المقرمشات مثلا من 2018، سوق المقرمشات اللي هي الستيك والكونو والحاجات دي، الحاجات دي بقت حضرتك تروح اي مقله دلوقتي تلاقيها موجوده اكتر من حاجات تانية. يعني هتلاقي في باترينا كبيره كده للمقرمشات بشكل كبير جدا، كل الطعوم بقى واشكال كتير جدا. فاحنا بنشتغل في المقرمشات من 2018، بقى لنا تقريبا يعني 6 سنين او 5 سنين في المجال ده، فالحمد لله طورنا فيه جامد جدا، وبنعمل منتجات كبيره للمقالي، عبوات كبيره. يعني عبوه بتبقى تقريبا العبوه 5 كيلو، صاحب المقله بياخد ال5 كيلو يقعد هو يبيع منها مثلا نص كيلو ربع كيلو كيلو. وبنعمل منتجات للسوق للاطفال، لان طبعا الطفل عايز يروح السوبر ماركت يلاقي كيس مقرمشات حاجه بسيطه بسعر مناسب، كيس مثلا ب2 جنيه ب3 جنيه ب5 جنيه، فبيلاقي عبوه كده فيها الطعم اللي هو عايزه. في طبعا اشكال كتير، كل شكل بيبقى مرسوم على الكيس بتاعه، والطعم طبعا معروف ويبقى مكتوب عليه طعم كذا المنتج كذا. فالحمد لله الحاجات دي شغاله. يعني لو في السوبر ماركت المقرمشات موجوده، وفي المقله المقرمشات موجوده. طب حضرتك ايه المنتجات التانيه اللي بتنتجها؟ المنتجات التانية احنا عندنا سناكس الحمد لله بجميع انواعه السناكس، وعندنا المقرمشات. المقرمشات دي بحرها واسع. السناكس دي اللي هي زي ايه؟ سناكس الذره. الذره بس. هو طبعا السناكس في حاجه اسمها بافس، وفي حاجه اسمها الحبه الغير منتظمه، في اكتر من شكل. احنا عندنا 3-4 اشكال، فكل شكل موجود منه اكياس كبيره واكياس صغيره. يمكن تلاقي كيس ب5 جنيه، كيس ب7 جنيه، كيس ب2 جنيه، على حسب اللي بيشتري. ده طفل صغير بيجيب كيس صغير، حد بيجيب كيس للبيت كبير عشان مثلا يقعد يبقى مسليات في البيت كده يعني. طب حضرتك في المشوار اللي حضرتك مشيته ده، هل كان في تحديات قابلتها؟ طبعا. مفيش شركه او فيش بني ادم عايش في وجه الارض ما عندوش تحديات. حتى الموظف عنده تحديات، وصاحب الشركه عنده تحديات. طول ما انت في السوق، يعني انا اللي ملاحظه ان زمان كانت المنافسه بسيطه، الشركات اللي بتنافسك بسيطه، شركات توزيع كانت بسيطة، العدد كان مش 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 كتير. دلوقتي انت عندك في الصناعة منافسين كتير جدا. انت كان زمان ممكن تعمل منتج وتعيش عليه مثلا سنة واثنين وثلاثة من غير ما تعمل اي تغيير في المنتج، المنتج ثابت وبيتباع وبيتباع كويس جدا. دلوقتي مفيش الكلام ده. النهارده في شركات منافسة كتير، كل الشركات بتحاول تطور من نفسها. فانت لو قعدت جنب المنتج بتاعك اللي انت عامله منتج ناجح وطاير وانت مبسوط بيه، بعد فترة المنتج ده مش هيبقى شغال بالشكل الكافي يعني، ولا بنفس القوة اللي موجودة عليها دلوقتي. فأنت مطلوب منك إن أنت تعمل تقريبا، إحنا التطوير عندنا مش هقولك زي ما يعني، مش هقولك بشكل 3 شهور، بشكل شهري، والله تقريبا بشكل يومي لازم تقعد تفكر في كل المنتجات اللي عندك، وهنطور المنتج ده إزاي، طب هنكبر المنتج ده إزاي. طبعا عشان المنافسة. طبعا عشان المنافسة، لأن أنت مش لوحدك. وبعدين مصر ما شاء الله يعني مليانة مصانع كتير جدا، وعندك أجانب موجودين، في مصانع سورية وفي مصانع أردنية، فانت عندك فكر مختلف. يعني تقصد ان في منافسه مش بس كمان من مصريين، لا ده في مستثمرين اجانب. ايوه طبعا. ايوه طبعا. حضرتك كان زمان المصانع اللي بتنتج الصناعات الغذائيه معروفين بالاسم، وهم اكتر من 3-4 مصانع مش اكتر من كده. دلوقتي لا، مصانع كتير، ناس بتصنع كتير، وبيجي ناس اجانب من بره تستثمر في مصر. فانت طبعا في سوق منافس، والظروف بتاعتك هي نفس ظروف المنافس، من ناحيه تكلفة التشغيل، تكلفة الكهرباء، تكلفة العمالة، تكلفة المرافق كلها، يعني كل التكاليف نفس التكلفة اللي عندك هي موجودة عند المنافس. فأنت بقى الشاطر بقى اللي يقدر يوفر منتج بجودة كويسة وسعر مناسب، ويكون الباكنج بتاعه باكنج محترم، ويكون يعني ما عندوش أخطاء في، يعني يكون لحمات الكيس كويسة، الديزاين بتاع الكيس كويس، الكرتونة العدد بتاعها مناسب، يبقى عنده كل حاجة تكون مظبوطة يعني. طيب حضرتك يعني بعد ما بقيت موجود في السوق وانتجت ووزعت، شايف ان تجربه ان الواحد يعمل مشروع افضل من تجربه ان الواحد يروح للوظيفه؟ والله هي بترجع بتختلف من شخص لشخص يعني. هي بتبقى قدرات، وفي شخص بيبقى كله طموحه في الحياه ان هو مثلا بكالوريوس تجاره، فانا نفسي
يعني احسن حاجه في بكالوريوس تجاره ان انا اشتغل في البنك وممكن اتطور بعد كده ابقى مدير قطاع، ابقى نائب مدير فرع، ابقى مدير فرع. هو ده طموحه من هو مثلا في ثانويه عامه من قبل ما يدخل الكليه اساسا. وفي واحد بيبقى عنده يبقى نفسه يبقى عنده بيزنس ونفسه يدخل مجال التحديات، لانه برضو اللي بيبقى عنده مشروع ده بيقابل حاجات كتير جدا. الموظف في حد بيديره فهو بينفذ التعليمات المطلوبه منه وخلاص، وبياخد مرتب محترم وبيعيش عليه والدنيا بالنسبه له هو خلاص، هو عايز يعيش في الحته دي. انما عشان تبقى صاحب منشاه او صاحب شركه وتدخل تحديات وتواجه، انت عندك 110 مليون، شوف كم مصنع بينتج وكم شركه بتنتج، وطبعا في ضرائب وفي تامينات طلب، يعني ما انت عندك 110 بيستهلكوا ماشي في طلب، بس في ناس بتبقى عندها قدرات ان هو عايز يعمل يبقى موظف، هو حابب الحياه بتاعه الموظف. في واحد تاني عايز يدخل مجال التحديات بقى ويعيش، يعني يدخل بقى خلاص هو زي ما حضرتك بتقول في طلب، هو عايز يشتغل وعايز ينتج، بس برضو هو عارف انه هيقابل تحديات فهو خلاص عنده رغبه لكده، فطبعا اكيد هيعمل شركه وهيعمل كده. وبعدين في شركات توزيع دلوقتي مش شرط تبقى يعني عندك بيزنس اللي هو يبقى عندك مصنع فعندك شركه فعندك عمال كتير جدا فعندك خطوط انتاج، مش شرط عشان تبقى يعني رجل اعمال يبقى عندك مصنع، ممكن يبقى عندك مثلا شركه توزيع. يعني الواحد الحمد لله بيتعامل مع اكتر من شركه توزيع، ناس محترمة جدا، ناس عندنا وكيل في الإسماعيلية مثلا. قصد ان دي تكلفتها يعني ما تبقاش تكلفتها كبيرة. قليلة والريسك بتاعها قليل، وانت كل موضوعك شوية عربيات وانت بتشوف مصنع او اتنين كويسين تاخد توكيل منهم، والعربيات برضو بيبقى لها عليها مثلا تأمين، عدد السواقين اللي عندك عدد مش كبير، عدد المناديب مش كبير، القصة عندك بتاعة الكيان عبارة عن مخزن او مستودع مرخص وحاجة كويسة وخلاص وبتشتغل وخلاص. طالما بتشتغل مع شركه كويسه، شركه او اتنين او ثلاثه، ده بيبقى متهيألي نشاط كويس والريسك بتاعه اقل وما عندكش بقى مشاكل التصنيع. مش تقصد ان دي ممكن اي حد يبتدي من خلالها؟ طبعا وفي ناس بتبتدي بعربيه، يعني في شركه توزيع مثلا واحد عنده نفترض 10 عربيات النهارده او 8 عربيات، يقول لك انا بدات بعربيه وبعدها مثلا جاب عربيه تانية بقى عنده عربيتين، خلاص عرف ان يعمل خطوط سير وعرف يوظف مناديب وعرف يبقى عارف سوق وعارف يبقى عنده قاعده عملاء، يبدا يوسع يقولك انا هجيب عربيتين كمان واخد محافظه كمان، هجيب عربيه كمان واخد محافظه كمان. فنشاط التوزيع من الانشطه الناس اللي احنا بنشتغل معاها يعني مبسوطين وعندهم الريسك بتاعهم اقل من عندنا 100 مره أكيد. وفي الاخر رجل اعمال وصاحب بيزنس وصاحب عمل والدنيا ماشيه معاهم كويس. يعني طب حضرتك بتخطط لايه لاند فودز في الفتره اللي جايه؟ والله في الفترة اللي جاية احنا عندنا دايما بنطور في المنتجات اللي عندنا. احنا تقريبا المصنع من المصانع الحمد لله عندنا اربع خطوط. يعني احنا مثلا بنشتغل في الشيبسي، الشيبسي ده قطاع بنعمل منه كيس كبيرة وكيس صغيرة. في موجود شيبسي عندنا كويسة، لأن منتج اسمه في المقاطعة احنا بنقابل مشاكل ان احنا بعض الناس ما بتلاقيش. والله المقاطعة دي فرصة ذهبية للمصانع. ايوه فرصة ذهبية للموزعين ان هو ينزل في الوقت ده، لان هي فادت المصريين بشكل كبير جدا وزودت حجم الطلب. وطبعا دي تلاحظها حتى مع اوردرات المستلزمات الانتاج، تيجي تكلم اي شركه يقول لك اصل انا مضغوط مع المصنع الفلاني، دي حاجه كويسه جدا، كان طالب مني 5 طن دلوقتي طالب 20 طن. طب ليه؟ عشان هو عنده اوردرات كبيره داخل السوق المحلي واوردرات تصدير. فلا الموضوع فرق مع المصانع المصريه كتير جدا الاربع شهور اللي فاتوا دول. احنا في برنامج اسمه ازاي تعمل فلوس، تمام، عندك ايه نصيحتك لاي حد ازاي يعمل فلوس؟ والله نصيحتي ان هو يبدا مشروع، بس يعني هي النصيحه اهم من بدايه المشروع يكون موجود عامل الخبره. يعني عامل الخبره يعني حضرتك يعني بلاش تاخد خطوه اعمل المشروع زي فلان عشان هو نجح. يعني انت ما تعرفش هو نجح بقاله كام سنه وما تعرفش هو نجح ايه العقبات اللي تعرض لها خلال الفتره. فاي حد ما ينفعش يجذب فلوسه، لازم يدخل يعني حاجه هو بيفهم فيها، مجال بيحبه، ويبدا يطور فيه ويشتغل على نفسه بقى، اللي هو يطور نفسه ان هو مثلا ياخد دورات في حاجات معينه. اكيد هو كان شغال في شركة مثلا فشاف التوزيع عامل ازاي فيكمل في توزيع، شغال في مصنع بينتج اي حاجة يحاول هو عايز يعمل يكبر، يعني يكبر، بس لازم يكون عامل حاجة عنده فيها خبرة. يعني لو عامل خبرة مش موجود اعتقد بيبقى يعني عامل النجاح عنده ريسك كبير جدا. طبعا لازم يكون عامل خبرة موجود، وفي حاجات بتبقى عندك انت حتى لو بدايات صغيرة، بس حاول دايما اللي يشتغل في حاجة هو بيحبها وعنده خبرة فيها. بلاش نشتغل زي فلان، لا تعالى نعمل حاجة أنا بحبها بس أكبرها إزاي. أكيد هيبقى في نموذج صغير ونموذج كبير، ابدأ صغير وخلاص مع الوقت ربنا بيكرم. يعني بشكر حضرتك أستاذ خالد على وجودك معنا والمعلومات القيمة اللي حضرتك قلتها. كتر خيرك. شكرا. شكرا ليك. شكرا ليك. بعد الفاصل هنكمل حلقتنا مع ضيفنا الأستاذ أيمن العبد
في فقرة رحلة نجاح. فاصل وهنستناكم. أيمن العبد العضو المنتدب لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة طنطا 1996، محترف في مجال البنوك، ذو خبرة عالية تزيد عن 19 عاما في البنوك التجارية وإدارة الثروات والبنوك الإسلامية والعمليات المصرفية. الخبرات السابقة. العضو المنتدب لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي من 2011 حتى الآن. بنك النور الإسلامي دبي، رئيس مبيعات التأمين المصرفي والمدير الإقليمي لإدارة الثروات بأبوظبي والعين، رئيس قسم الالتزامات خلال الأزمة المالية في دبي كرئيس مؤقت للفروع ورئيس تطوير الأعمال والخدمات المصرفية للأفراد، مدير فرع بنك الاتحاد الوطني بدبي، رئيس فروع سكاي وإدارة الثروات في سيتي بنك بالأسكندرية، نائب مدير فرع ومسؤول حسابات أول في البنك الأهلي بالأسكندرية من 1999 إلى 2004، مسؤول الائتمان والتسويق في بنك أبوظبي الوطني بالأسكندرية، مدير مبيعات المنطقة في زيروكس بالأسكندرية. ورجعنا لكم تاني وبنرحب بيكم وبنرحب بضيفنا الأستاذ أيمن العبد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. شرف لي، ربنا يحفظك. حضرتك الفقرة دي اسمها رحلة نجاح، بنشرح فيها حد نجح في موضوع الحلقة. موضوع الحلقة بيحكي عن الوظيفة ولا المشروع. تمام. فحضرتك جاهز نبتدي؟ طبعا. رحلة نجاح. أستاذ أيمن، حضرتك حالياً العضو المنتدب لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي. تمام. بعد مشوار طويل في البنوك، يعني يمكن من المقدمة لقينا حضرتك يزيد عن 19 سنة في البنوك، ليه حضرتك قررت تسيب البنوك وتعمل مشروع خاص؟ هي رحلة زي ما حضرتك قلت. يمكن أنا ابتديت البنوك في 96، وكانت الرحلة دي ما ابتدت بحلم. كان لسه ريتيل بانكينج مش موجود في مصر خالص. كنت واحد من التيم اللي في سوستي جنرال اللي كنا بنحلم ان احنا نعمل انتشار للريتيل بانكينج والويلث مانجمنت. زي ما حضرتك عارف في الوقت ده ما كانش فيه غير الكوربريت بانكينج بس. ابتدينا تاسيس من اول ديبارتمنت بتاعت الريتيل بانكينج في سوستي جنرال. حققنا نجاح كبير جدا فيها. الواحد كان فيري ويل وسيلف موتيفيتد في الاول، وده اللي كان مخلي واحد عايز يشتغل ويدي في البنوك ويكبر في البنوك. بس يمكن مع اول خطوه في البنوك انا كنت مقرر باذن الله ان عندي عمر 40 سنه المفروض ان انا يبقى كفايه وظيفه. ده من البدايه انا كنت مقرر كده، حاططها من الاول حلم. بالظبط، ان عندي عمر 40 سنه اتمنى من الله ان انا ابقى بزنس مان عندي عمر 40 سنه عشان اكون اخذت الاكسبيرينس اللي تؤهلني ان انا اقدر اشتغل. والميزه في البانكينج، وحضرتك عارف الكلام ده اكتر مننا كلنا، ان الكوادر في البانكينج سيكتور بتبقى فيري ويل تريند وايديوكيتد، زائد ان حضرتك بتشوف جميع فئات المجتمع، فده بيديك خبرة accumulated ما بتتخيلهاش. لحد النهاردة أنا بقول إن أكتر قطاع مؤهل شبابه أنساته ورجاله إن هم يشتغلوا في البرايفت سيكتور هم البانكينج، لأن الناس دي very well trained. حضرتك بتشجعنا يعني كلنا نعمل كده. طبعا، لأن الناس دي very well trained و very well updated، وأكتر حد شايف المستجدات اللي بتحصل في السوق. وإذا أنت خليت نفسك أباف المستجدات دي بتقدر توصل لحاجة كويسة. ولازم تصدق في حلمك. يعني لازم تصدق حلمك. طبعا طبعا. حضرتك يعني حلمت وصدقت الحلم. بالظبط. ونفذت الحلم بإذن الله. عملت إيه بقى حضرتك؟ هي رحلة بنوك طويلة جدا. يمكن ابتديتها في مصر من 96 لحد 2004. قعدت في 3 بنوك هنا في مصر، وبعدين اتنقلت لدبي في 2005. في دبي قعدت في بنكين، كان في بنك الاتحاد الوطني، وبعد كده جات لي فرصة عظيمة جدا ان انت تبقى واحد من التيم اللي بيعمل لونشينج لبنك جديد، كان بنك نور الاسلامي. يا حضرتك يعني ابتديت مع بنك نور الاسلامي، ابتديت نعمل البوليسيز وكل حاجة فروم اي تو زي. دي حاجة كويسة، كانت اكسبيرينس قوية جدا. ده بنك نور الاسلامي في الامارات. كانت اكسبيرينس قوية جدا جدا جدا. 2008 و2009 مع الفاينانشال كرايسيس، سبحان الله. برضو يعني حضرتك بتبقى ماشي في طريق وربنا هو اللي بيحدد لك
الطريق ده نهايته ايه وبدايته ايه. في عز الفاينانشال كرايسيس دي كانت البنوك بتعاني هناك معاناة شديد، فابتدت تتكون جوه كل البنوك كوميتيز عشان يقدروا يجيبوا لايبيليتيز، لان كانت الدنيا زي ما حضرتك عارف كانت الدنيا سيئه جدا طبعا. ودي كانت بدايه تاسيس الويلث مانجمنت في بنك نور الاسلامي. سبحان الله في عز الفاينانشال كرايسيس دي يمكن احنا عملنا بليونز في الفتره دي، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. يمكن كانت هي فتره كساد مالي وضغط على كل الناس، بس بالنسبه لي انا شخصيا كانت بدايه نجاح قوي جدا 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 جدا. وما زلت مؤمن ان في كل ازمه بيبقى في فرصه للنجاح العظيم. الازمات تصنع الثروات. طبعا طبعا طبعا. خدت امتى القرار انك تسيب البنك؟ لما حسيت ان انا ما بقتش موتيفيتد. انا طول عمري كنت بروح شغلي، انا حابب ان انا انزل اروح شغلي، حابب ان انا اقابل العملاء، حابب ان انا اعمل حاجات جديده في البرودكتس، حابب الكلام ده. اول ما حسيت ان الباشن ده او الموتيفيشن ده ابتدى يقل، انا فاكر اليوم ده كويس قوي، شريكة عمري يعني ومراتي، فدخلت بيوم بعد وانا راجع من البنك قلت لها انا حاسس ان انا مش ما بقتش موتيفيتد، احنا هنرجع مصر، لكن نرجع فورا. انت حضرتك خدت القرار وانت في الامارات؟ اه. جميل. لكن نرجع فورا، وقد كان ورجعنا فورا. رجعت حضرتك عملت ايه لما رجعت؟ الشركه كانت متاسسه من سنه 2011، كنت انا رئيس مجلس اداره الشركه. ده شركه اللوتس. شركه لوتس متاسسه من 2011، وانا رجعت في 2015، في يوليو 2015. كان ليه هدف في الشركه، ان الشركه انا مش عايزه شركتنا تبقى شركه تريدنج، عايزه تبقى شركه زراعيه كبرى من اكبر الشركات اللي بتزرع. في نفس الوقت ده لما رجعنا مصر، سبحان الله، وبنصح اي حد عايز يدخل اي مجال اللي يفكر فيه ازاي يبقى مختلف، ازاي يبقى ناجح، ما يفكرش في الفلوس. الفلوس تبع من توابع النجاح. لو نجحت كل حاجة هتيجي مع النجاح. يعني المفروض ان اي حد ما يفكرش يجري ورا الفلوس. طبعا. لكن يفكر انه هو يجري ورا النجاح. يجري ورا النجاح. يجري ورا الاختلاف. بعد كده الفلوس هي اللي هتجري وراه. الفلوس بتبقى مجرد تحصيل للنتيجة اللي هو عملها. تابعة من توابع النجاح. احد توابع النجاح. لو حضرتك حققت النجاح وحققت الاختلاف وحققت التفرد في اي مجال، فلوس هتيجي هتيجي. شركه لوتس بتشتغل ايه ومتخصصه في ايه؟ شركه لوتس خلينا نقول ان من اول 2016 احنا متخصصين، او الكور بيزنس بتاعنا هو زراعه بنجر السكر لمصانع بنجر السكر. بنجر السكر بيتم زراعته في مصر وفي العالم كله بطريقتين، في زراعه تقليديه وفي زراعات اليه. فاول لما رجعنا زي بقول لحضرتك، انت لازم تدور انت هتعمل ايه مختلف عشان يبقى ليك added value. لو مش تعمل حاجة مختلفة انت ما اضفتش اي شيء. فعملنا دراسة جدوى، لقينا ان في شورتج في الزراعات الآلية غير طبيعي. والشورتج ده الزراعات الآلية اللي هي زي البنجر، اللي هي زي البنجر، اللي هي بتزرع على مساحات كبيرة، مساحات بآلاف الأفدنة كلها مميكنة من أول الزراعة لآخر الزراعة. في نفس الوقت ده كان بيبتدي حلم تاني اسمه مشروع مستقبل مصر، هو مشروع رئاسي، أكبر مشروع زراعي موجود في مصر. فهو يعني لما بتتضافر الجهود وبتخلص النيات ربنا بيوفق. الحلم ده كان مع بداية المشروع ده. ابتدينا نزرع، ابتدينا نستحوذ على مساحات ضخمة جدا من الأراضي، ابتدينا نعمل ميكانة زراعية قوية جدا 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 جدا، ودي حاجة لحد يومنا لسه فيها شورتج وتستوعب مئات الشركات كمان يعملوا كده. بس هي الفكرة حضرتك لما بتكون بادي المجال وبايونير فيه وانت اللي بديه، بيبقى النجاح مختلف. طبعا اكيد بيبقى النجاح مختلف. يعني سبحان الله حضرتك رحت للوظيفه وقررت تسيب الوظيفه، رحت عملت حاجه مميزه تمام ما فيهاش توسع كبير وابتديت تتوسع فيها تمام، وحققت، ويمكن ربنا وفر الظروف علشان حضرتك تنجح في مشروعك. بالظبط. طب ده حاجه جميله. طب حضرتك وصلت في الشركه بعد البنجر لايه؟ في حاجات تانية بتعملها؟ احنا بنعمل كذا حاجة. لوتس بتعمل كذا حاجة. لوتس عندها 4000 فدان دلوقتي، عندها 1000 فدان في مشروع مستقبل مصر. انا بتكلم على الاراضي اللي في حوزة لوتس كحق انتفاع او ملكية، و 3000 فدان في الوادي الجديد ايجار بغرض التملك. ال 3000 فدان اللي في الوادي الجديد دول احنا ما شاء الله تقريبا جهزنا نص الارض. ما شاء الله تبارك الله، يا مزرعة رقية دي هنبتدي كمان فيها مجدول، نخل مجدول. مجدول. وده المشروع الكبير بتاعنا بإذن الله. التمر. بالظبط. آه. وده المشروع الكبير بتاعنا بإذن الله. أسمع إن التمر بيكسب كويس.
هي أي حاجة حضرتك بتعملها وبتتقنها وبتجود فيها وتبقى مختلف فيها قلنا هتكسب فيها كويس، والمكسب ده هيبقى تابع من توابع النجاح. والله أنا عجبني كلامك جدا، يعني الإتقان وإنك تجتهد دي أساس الفلوس. حضرتك أنا دايما لما بتكلم مع أدهم ابني فبيسألني يعني إيه اللي أنا أفكر فيه، فبقول له أدهم اللي أنت تفكر فيه إنك تبقى مختلف، إنك تبقى ناجح. لو فكرت في يوم من الأيام إن أنا عايز أدخل أشتغل عشان أعمل فلوس من داي وان، من وجهة نظري إن أنت مش تعمل فلوس. إنما لو فكرت إنك تبقى مختلف وناجح وديسنت، واللي بيطلع من بقك بتنفذه بيبقى عقد، انت مش محتاج اكتر من كده. بعد كده الفلوس تجري وراه، هي اللي هتيجي، هتبقى تابعة من توابع النجاح. بتحلم بلوتس توصل لفين؟ احلم بلوتس انها تبقى اكبر شركة زراعية في الوطن العربي. طريق لسه طويل، طريق التطوير لسه طويل. المجال الزراعي في مصر مجال قوي جدا 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 جدا، ومن 2016 فخامة الرئيس أخذ النشاط الزراعي في حتة تانية تماما. في حوالي 3 مليون لتلاتة ونص مليون فدان تم إضافتهم. احنا بنتكلم على 50% من الأراضي اللي كانت موجودة في مصر، انت أضفت 50%. بس لازم مع إضافة الأراضي ال 50% أضفنا 50% للأراضي. طبعا ما شاء الله. طبعا النشاط الزراعي من أقوى الأنشطة اللي تم فيها إضافة وتم فيها توسع في عهد فخامة الرئيس. بس اللي بنطلبه ولازم نطلبه ولازم نقوله، إطلاق المجال كاملا للقطاع الخاص. إطلاق المجال كاملا للقطاع الخاص في الزراعة، في كل حاجة، في كل حاجة. تمام. لأن هو ده اللي هيعمل الفرق، هو ده اللي هيعمل الفرق. فرق ما بين القطاع الخاص أو القطاع العام، حضرتك بتدير محفظتك، بتدير محفظتك الشخصية، فبتديرها بعناية الرجل الحريص. في أي قطاع أعمال عام أو قطاع عام الكلام ده ما بيتم، وعمره ما هيتم، ومش هنخترع العجلة. مش هنخترع القطاع الخاص طبعا بيبقى أثبتت الدول والتجارب والتاريخ والجغرافيا يعني وكل حاجة. لا نتمنى إن شاء الله الأمور تبقى في يعني فيها تطور في الفترة دي. بص يا فندم، هو اللي تم وده دور الدولة، إن هم يعملوا القماشة الكبيرة اللي الشركات تقدر تنزل تشتغل عليها، وده تم فعلا، ده تم فعلا. هذا الكم من الاستصلاح ما تقدرش شركة خاصة تعمله، استحالة. ده دور دولة، احنا بنتكلم في مئات المليارات. بس انت كدولة او انت كدولة عملتي الكلام ده، اطلقي ايد القطاع الخاص، خلي الشركات تنزل تتنافس. هو ده اللي هيخلي فيه تنافسية، وهيخلي فيه اسعار لتحت والفوق، عرض وطلب. طبعا اكيد. بس حضرتك أكيد في الرحلة الطويلة دي قابلت تحديات، إيه التحديات والمشاكل اللي قابلتها وإزاي اتصرفت فيها؟ هو خلينا نقول إن حضرتك بتيجي بعد مرحلة من الشغل، إن دورك بيبقى حل مشاكل بصفة يومية، لأن هو الشغل كله مشاكل، دي طبيعة أي نشاط. شغل كله مشاكل طبعا، دي طبيعة. أصل كل الناس بتفكر إن هو لو عمل مشروع خلاص هيبقى غني والدنيا سهلة. كل الناس بتفكر كده. تمام. لا، هي إحنا مش عايزين نصعب الأمور ومش عايزين نسهل الأمور. زي طبيعة الدنيا، الإنسان خلق في كبت، فهي الدنيا كده، هي الدنيا كلها مشاكل، فطبيعة الشغل كله مشاكل أكيد. فمدى قدرتك على حل المشاكل والتوائم مع الظروف والمتغيرات، وتوقعك للمتغيرات اللي بتحصل في المجتمع والتغيرات اللي بتحصل في الاقتصاد، أنت بتبقى أبوف الشغل. لو أنت مش شايف اللي حواليك، دي بتبقى مشكلة. بس بتلاقي للمشاكل حلول وبتتصرف والدنيا بتمشي. هقول برضو حضرتك حاجة، مهما حضرتك كنت شاطر، خلينا نقول في الآخر إنما الأعمال بالنيات. طالما نيتك طيبة وهدفك سامي ونبيل، ربنا بيطلعك من كل أزمة أنت فيها. ما شاء الله. ده حقيقة. يعني حضرتك بتقول كلام بصراحة يعني بيمس القلب. أنا شخصيا أنا شفت ده في حياتي. يعني كلنا تعرضنا لأزمات شديدة، وأزمات حضرتك تبقى حاسس إيه ده يا رب اللي بيجرى ده أكتر مني، أنا مش قادر الضغط ده كتير علي. تلاقي ان الحل جه من عند رب العباد، من مكان انت مش متخيله وبشكل انت مش متخيله، بس اصدق في النية بتاعتك، بس مش اكتر من كده. طيب حضرتك، احنا برنامجنا اسمه ازاي تعمل فلوس. تمام. يعني نفسنا من خبير زي حضرتك في مجال اولا البنوك، وكنت في وظيفة، بعد كده في القطاع الخاص وعملت مشروع، ايه النصيحة اللي تديها لأي حد
إزاي يعمل فلوس؟ أول حاجة ربنا خلق الأحلام عشان تتحقق، عشان نحلم وإحنا نايمين. كلام الجميل ده. دي حقيقة يا فندم، دي حقيقة يا فندم. ربنا خلق الأحلام عشان تتحقق وعشان تسعى وراها، وما عليناش إلا السعي. فاسعى طاقتك كاملة، ربنا هيكلل السعي ده بكل النجاح. بس صدق في نفسك وصدق في حلمك، وما تخليش حد يكسر حلمك، وما تسمعش لحد نيجاتيف، وحاوط نفسك دايما بناس بوزيتيف، لأن المحيطين بيك بيأثروا. طيب، وهل إن هو يدور على الفلوس زي ما حضرتك قلت، ولا يبقى بيعمل مثلا إن هو السمعة الطيبة والنية؟ يدور على الاختلاف يا فندم. أيوة، يدور على الاختلاف. يدور على النجاح، يدور على السمعة والسيرة الطيبة. ده رصيدك في السوق إن شاء الله. أستاذ أيمن، أنا بشكر حضرتك على الحوار الرائع ده. أنا شخصيا استمتعت بيه واستفدت منه كتير. أنا اللي اتشرفت بحضرتك. الله يخليك يا فندم، بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى الإضافة الكبيرة. ربنا يحفظك يا فندم. شكرا يا فندم. ربنا يحفظك. علشان تقارن بين الوظيفة والمشروع ده موضوع صعب. الوظيفة هي الأمان، والمرتب آخر الشهر، دي منطقة الراحة رغم كل عيوبها، لكن المشروع مغامرة وربحه مجنون، يا يطلعك السما يا ينزلك سابع أرض. ما هي منطقة التعب والتحدي، ولازم تجتهد علشان تعدي، وعشان تختار ده أمر يرجع لك. هنستناكم في برنامجنا إزاي تعمل فلوس. تحياتي ليكم، أيمن ياسين. هذا البرنامج برعاية